السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا درسنا طبعا عن الـ DSP Digital Signal Processing. طبعا هون انا دخلت على جوجل وحكيت له انه DSP. ايش هي الـ DSP؟ يعني لو اخذنا الـ Images او الصور من جوجل اللي بيطلع لنا اياها، فانت بتشوف انه الـ DSP هي عبارة عن يعني قطعة زي الذاكرة العشوائية الموجودة عندك في جهاز الكمبيوتر. طبعا هاي مش هي عبارة عن فقط ذاكرة، هاي عبارة عن يعني مايكرو كنترولر، يعني CPU، معالج دقيق. لكن هذا المعالج اللي هو DSP بيعالج الصوت بكفاءة كبيرة. اللي بيصير هون انه انت لما تبعث الصوت او لما توصل اجهزة يعني أجهزة الاتصال، سواء هي خلوية أو سلكية، وتتكلم داخل اللوكال اريا نتورك، فأنت ما بتحتاج لعملية ضغط للكلام اللي بتتكلمه أو حتى تحويله من صيغة لأخرى، لأنه عندك سعة النطاق، يعني الباندويث تبع اللي موجود عندك بالشبكة كافي وزيادة انه يوفر لك يعني جودة اتصال عالية. لكن انت لما تيجي بدك تتكلم عبر ال وايد اريا نتورك، يعني تتكلم مع الانترنت، فانت بحاجة لعملية ضغط للكلام، ضغط للستريم تبع الفويس. فانت بهاي الحالة بحاجة لتحويله لنوع ثاني من الكلام. طبعا المسؤول عن هاي العملية هي Digital Signal Processing. الآن في الماضي لازم انك تشتري Digital Signal Processors، وهدول تركبهم على سيرفرز معينات يكون عليهم أنظمة الـ Voice over IP أو راوترز من شركة سيسكو بالعادة، او اكثر الشركات، مثلا زي شركة سيسكو، جونيبر، اتش بي، مثلا كمان ما بعرف اذا ديل، او يعني في مجموعة كبيرة. لكن يعني لكن يعني هاي المجموعة كلها بتأدي نفس الوظيفة، اللي هي يعني توفير الاتصال أو توفير الضغط للمكالمات. طبعا بتوقع يعني إنه وصلت لكم، يعني أنا ببحث لكم عن صورة هون اللي هم شايفين هنا. مثلا هذا فويس اوفر اي بي. الفويس اوفر اي بي طبعا في عندك باور اوفر ايثرنت، فانت بحاجة لنوع معين من السويتشز علشان يوفر لك هاي الخدمة، لانك بدك باور اوفر ايثرنت، فلازم يكون يدعم يعني هذا الامر. الشيء او الثورة الجديدة اللي صارت في عالم الاتصال قامت فيها شركة ديجيوم. ديجيوم هي عبارة عن شركة، طبعا شركة رائعة. ديجيوم حكت انه ليش احنا، يعني احنا حاليا الاجهزة كلها صارت سرعتها فائقة، وصار لها يعني تطور مش طبيعي في السي بي يو بروسيسنج، يعني المعالج الدقيق. المعالجة صار في عندنا كور اي مثلا 3، كور اي 5، كور اي 7. فحكوا ليش ما احنا الجهاز نفسه، جهازك نفسه هو يقوم بمعالجة الكلام. فاللي عملوه هو انه بنوا نظام يخاطب السي بي يو ويطلب منه يعمل معالجة للكلام، بدل ما انك تشتري سيرفر، يعني نفس جهازك اللي في المنزل،
بتنزل عليه بتركب عليه قطعة معينة موجودة هسه، أو يعني قبل قليل كانت هون هاي القطعة مثلا، بتركب عليها القطعة هاي، وهاي القطعة بتوصل فيها الـ يعني أجهزتك، أجهزة الاتصال تبعتك. طبعا بس توصلهم، معالجة الكلام تحويله من كودك لكودك ثاني بتتم عن طريق المعالج الدقيق تبعك. طبعا هاي بالنسبة للسيرفر اللي راح نستخدمه، اللي هو استرسك. يعني انت ديجيوم هي الشركة زي جوجل، في عندنا اندرويد وديجيوم، في عندك استرسك يعني الشركة هي جوجل والمنتج هو اندرويد، مثلا الشركة ديجيوم والمنتج هو استرسك. فاسترسك هو المحرك، زي محرك السيارة عندك انت، ما بتنظر الى باقي الاجزاء، انت بتنظر الى الجوهر اللي بيحرك السيارة اللي هو الماتور. يعني طبعا هون طبعا في عندك اتوقع حاطين لينك لاسترسك، يعني هون طبعا المنتجات تبعتهم، منتجاتهم رائعة. والحلو بالموضوع انه لما انت تشتري منهم شيء، انت زي كأنك بتدعم مشروع استرسك عشان يضلوا مجانا. فانت كل ما اشتريت منهم، انت هم بيحسنوا استرسك، فانت بترد تستخدمه. يعني انت بتعطيهم هم بردوا يعطوك، انت زي صار عندك شراكة معهم. ما بعرف ليش هيك صار، يعني بجوز لاني بشغل مجموعة من الامور على نفس الجهاز. احنا دخلنا على السبورت، انا بدي ادخل على السوفت وير مش على السبورت. فاحنا شايفين استرسك اللي هو المنتج تبعنا، طبعا بتقدر تدخل عليه لير مور وتشوف، يعني تلقي نظرة عليه. في كمان استرسك ناو، هو يعني عبارة عن سيرفر مع ويب انترفيس وكل شيء. في كمان عندك يعني الاشياء، المعدات تبعتك تقدر تعمل داونلود لاسترسك وتشوفه. على كل حال طبعا بالنسبة لعملية الوايرلس لان كنترولر، هو زي كأنك يعني موبايل سويتشينج كنترولر. فهاي لشركة سيسكو وايرلس لان كنترولر، بتحكم بمجموعة من الاكسس بوينت. بس لانه يعني سيسكو الوايرلس لان كنترولر ما بتحكم غير ب يعني وايرلس اكسس بوينت خاصة بشركة سيسكو. فبهاي الحالة انت بدك تشتري مجموعة من الهاي وتشتري الوايرلس لان كنترولر، لكن احنا مش راح نستخدم وايرلس لان كنترولر، فراح نستخدم الاكسس بوينت اللي هم الواي فاي ك بيس ستيشنز، ونوصلهم على السيرفر، نوصلهم على الشبكة تبعتنا، ونورجيكم نظرة بسيطة يعني عن أنظمة الاتصال. شاكر لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.